كل ما تحاول تغير من نفسك وتطور من ذاتك تلاقي الصوت اللي بيجي في دماغك. نجاح ايه اللي انت بتدور عليه وهم ايه؟ بس يا عم عمرك فاشل، انت فاشل وهتفضل طول عمرك فاشل، فما تحاولش. هتفتكر يعني ان طموحاتك واحلامك دي توصلك؟ انت فاشل يا ابني، انت عمرك ما هتوصل اللي انت عايزه. انت عايز تنجح؟ شكلك وحش ولبسك وحش، تفضل طول عمرك فاشل يا ابني، عمرك ما هتنجح. تعب نفسك على ايه؟ لا هتقدر تغير انت الوضع يعني القائم ده يعني؟ لا يا ابو كان غيرك فاشل، مش هتنجح، مش هتوصل، كان غيرك اشطر. دايما بنهتم بكلام الناس، تخليش كلام الناس وافعالهم يأثر عليك. لما تلاقي حد بيحاول ينجح اوعى تحبطه، وبشره ولا تنفره. ها حلو صح؟ هو انا مش عارف اسميه فيلم قصير ولا ايه، بس دي رساله انا بحاول اوصلها، ودي اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. واضح جدا انا عايز اتكلم عن ايه، كلام الناس وعلاقته بفشل معظم الناس. طبعا بعد النجاح الباهر اللي قناه وصلت له، انا قررت ان انا اعمل فيديو موتيفيشنال كده. انا عارف ان الفيديو ده مش هيجيب مشاهدات، وناس كتير جدا من صحابي قالوا لي بلاش تعمل اصلا فيديو زي ده لان محدش يعرفك، بس انا عايز اوصل الرساله دي باي ثمن وباي وسيله، حتى لو هتوصل لواحد بس. بلاش تسمع كلام الناس، بلاش تتاثر بيهم. سر الفشل ان انت تفضل تحاول ترضي كل الناس اللي حواليك ما عدا انت. كل اللي انا عايز اوصله في الفيديو ده، ما تكسرش حلم، ما تهدش عزيمة لحد حواليك. اياك والكلام السلبي، اياك والكلام المدمر. خلونا كده نسأل نفسنا سؤال، ليه الرسول قالك بشر ولا تنفر؟ ليه قالك الكلمة الطيبة صدقة؟ ليه أصلا ربنا بيحسبها لنا صدقة؟ ليه دايما ديننا بيدعو للتفاؤل؟ ربنا بيقولك بعد كل عسر في يسر، ربنا بيطمنك ان في حاجات كويسة جاية، اتشجع كمل، ما توقفش عشان اللي انت فيه صعب، لسه جاية حاجات حلوة، كمل في اللي انت بتعمله، كمل وما تستسلمش. بلاش تحبط اي حد حواليك. خلي بالك لو انت لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي وشايف ان كلامي ده ملوش لازمة، ادخل على جوجل وسيرش عن حاجة اسمها تأثير بيجماليون او نظرية بيجماليون. دي نظرية او اسطورة قديمة وحاجة درست في علم النفس، بتقول لك ايمانك وتوقعاتك من الشخص اللي قدامك كانت كبيرة. الشخص اللي قدامك بمجرد ما يسمع الكلام ده هيبدأ يعلي من سقف طموحه وشغله لحد ما يوصل للتوقعات والايمان بتاعك. حتى لو ما كانش بيعرف يعمل كده هيعمل كده. والدراسات كتير في التاريخ، اي طفل صغير اتربى على كلمة انت غبي وفضل يسمع كل شوية انت غبي انت غبي انت غبي انت غبي بشكل مستمر، تأكد ان الطفل ده هيكبر وهو غبي، ولا هيثق في ذكائه ولا قدراته، لانه خلاص بقى مؤمن ان هو غبي. يعني حتى مش هيخش في مرحله انه يحاول يشوف نفسه هو ذكي ولا غبي. لو انت لسه مكمل الفيديو لحد اللحظه دي، انت عارف ان انت ممكن توصل الرساله دي لكل الناس اللي حواليك وكل الناس اللي انت تعرفهم عن طريق حاجه بسيطه جدا، ان انت تشير الفيديو ده عندك على الفيسبوك، عندك على تويتر، عندك على الواتساب. لان انت ممكن تساهم بالشير ده ان الرساله دي توصل لحد كان بيؤذي الناس اللي حواليه في يوم من الايام، تقدر تمنع الاذى بتاعه اللي بيضر حواليه ناس كتير. وطبعا اماطه الاذى عن طريق او عن الناس يعتبر حسن. اما بقى لو انت شايف ان انا بعمل شغل دراما عشان اخد شير ولايكات وكده، الفكره ان انا عشان اوصل الرساله دي فعليا انا محتاج فعلا اللايك والشير والسبسكرايب والدعم بتاعك عشان الرساله دي تقدر توصل للناس. ايوه انا بطلب منك ان انت تعمل لايك او تشيره عندك على صفحتك على الفيس، خلي عادتك على السوشيال ميديا مفيده ولو ثانيه واحده بس ضغطتك على زر شير. يعني فعلا ممكن رسالتي دي بدل ما توصل ل 100 200 300 بني ادم ممكن توصل لاكتر من كده. سبسكرايبو تعرف تعمل ايه.